السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. أنا الدكتورة مروة فؤاد. هناخد مع بعض دلوقتي المحاضرة رقم 10، اللي هي المحاضرة الأخيرة في الكيمياء. طبعا أنا أخدنا مع بعض المحاضرة السابعة اللي بتتكلم عن الكوروجن، وشرحنا المحاضرة رقم 8 اللي هي بتتكلم عن السوليوشن، ومحاضرة رقم 9 اللي هي بتتكلم عن البوليمر. ودلوقتي أنا هشرح لكم المحاضرة رقم 10 اللي هي بتتكلم عن السيرموكيمستري او الكيمياء الحراريه. المحاضره بتتكلم عن السيرموكيمستري، هي الكيمياء الحراريه. بنقول لو انا عندي تفاعل A زائد B هيديني C زائد D. ال A وال B دول رياكتنت او متفاعلات، وال C وال D دول برودكت. برودكت يعني نواتج. طيب ال A الرقم الـ A small دي، وال B اللي هي عدد المولات الموجوده للمركب A، وال B small دي عدد المولات الموجوده للمركب B. اما ال C وال D، السي دي اللي هي عدد المولات بتاع المركب سي، والدي دي عدد المولات بتاع المركب دي. فانا بنقول دلوقتي to take place under condition of constant pressure and temperature. احنا طبعا بنتصرف على اساس ان هما التفاعل بيحصل عند درجة حرارة وضغط ثابتين. Then we can say in سلبي of reactant، هنفترض ان سلبي اللي هي الحرارة بتاعت التفاعل، ان سلبي of reactants اللي هي حرارة المتفاعلات، هنمثلها برمز HR، هتساوي ايه؟ هتساوي الدلتا اتش بتاعت المركب A مضروبه في عدد المولات اللي هي الA، زائد الدلتا اتش بتاعت المركب B مضروبه في عدد المولات اللي هي B سمول. دي اسمها الحراره بتاعت المتفاعلات. طيب بالنسبه للبرودكت، ان سلبي اوف برودكت اللي هي حراره النواتج او كميه الحراره بتاعت النواتج اللي هي بنسميها اتش بي، اللي هي برضو الدلتا اتش بتاعت C مضروبه في السي عدد المولات، والدلتا اتش بتاعت الدي مضروبه في الدي اللي هو طبعا عدد المولات. Where is HA, HB, HC, HD are in salbis per mole of materials. دي كلها الانسالبي بير مول. طيب change in انسالبي بقى، اما نيجي نحسب الدلتا اتش او تغير في درجه او تغير في الحراره، هتساوي بتاعت الواحد مول، هتساوي ايه؟ هتساوي الدلتا اتش بتاعت البرودكت ناقص الدلتا اتش بتاعت البرودكت اللي هم مين؟ الدلتا اتش سي في عدد المولات بتاعتها، زائد الدلتا اتش دي في عدد المولات بتاعتها، ناقص الرياكتنت. الرياكتنت اللي هم مين؟ الدلتا الاتش بتاعت الاي في عدد المولات بتاعتها، زائد الاتش بتاعت البي في عدد المولات بتاعتها. طيب الاي سمول وبي سمول والسي سمول والدي سمول ار نمبر اوف مولز اوف ماتيريالز، اي وبي وسي ودي. يعني الاي سمول دي عدد مولات المركب اللي هو اسمه اي كابتن، والبي سمول عدد مولات المركب اللي هو اسمه بي كابتن، والسي سمول دي عدد مولات المركب اللي هو اسمه سي كابتن، والدي سمول عدد مولات المركب اللي هو اسمه دي كابتن. يبقى انا عشان كده برمز لهم بالرمز A سمول وبي سمول وسي سمول ودي سمول. طب هناخد اكزامبل علشان نقدر نفهم الموضوع ده. بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي use the following data to determine the amount of energy released in the combustion of 1 لتر of N octane at STP condition. يعني يا جماعه بيقول لك هيديلك التفاعل، يوز ذا فولوينج داتا، استخدم المعطيات الاتيه عشان تحسب الاماونت اوف انرجي ريليزد، عشان تحسب كميه الحراره المنطلقه باحتراق 1 لتر اوف ان اوكتين. طبعا 1 لتر ده وحده حجم عند اس تي بي اللي هي الظروف القياسيه. المعادله في المساله هتكون مديها لك انا موزونه، وهديك الهيت اوف فورميشن بتاع كل عنصر، يعني بتاع الاكتين مديهولك، وبتاع السي او 2 مديهولك، وبتاع الميه مديهولك. لكن الاكسجين الحاجه الوحيده اللي مش مديها لك عشان الهيت اوف فورميشن بتاعها او الاتش بتاعتها بزيرو. طيب هنبدا بقى نطبق الدلتا اتش بتاعت الواحد مول، هتساوي ايه؟ هتساوي الدلتا اتش بتاعت البرودكت ناقص الدلتا اتش بتاعت الرياكتنت زي ما احنا قلنا قبل كده. طب ايه هو البرودكت؟ الدلتا اتش بتاعت الواحد مول هتساوي البرودكت فيه مين؟ السي او 2 والميه. يبقى الدلتا اتش بتاعت السي او 2 مضروبه في عدد المولات بتاعتها اللي هي 8، زائد الدلتا اتش بتاعت الميه مضروبه في عدد المولات بتاعتها اللي هي 8 برضه، ناقص الدلتا اتش بتاعت الرياكتنت اللي هم مين؟ دلتا اتش بتاعت الاوكتين اللي هو السي 8 اتش 16 في عدد المولات بتاعتها، وطبعا عدد المولات بواحد عشان كده مش مكتوب جنبيها حاجه تبقى بواحد، ناقص الرياكتنت اللي هو دلتا اتش بتاعت الاو 2 في 12. خلاص يبقى البرودكت ناقص الرياكتنت. طيب الدلتا اتش بتاعت السي او 2 هو مديها لي في المساله كام؟ ماينس 393.5 كيلو جول بالمول. يبقى انا
مكان الدلتا اتش بتاعت السي او 2 اعوض بالرقم ده اللي هو ماينس 393.5. وطبعا في عدد المولات بتاعتها هي 8. ليه حطينا 8؟ عشان السي او 2 ايه عدد المولات بتاعتها 8 زائد الدلتا اتش بتاعت الميه. الدلتا اتش بتاعت الميه هو بيديها لك، بيديها لك كام؟ ماينس 285.8 من 10 كيلو جول بالمول اهي. اضربها في كام؟ اضربها في 8. ليه 8؟ عشان هي جنبيها 8 مولات. يبقى كده البرودكت خلص. ناقص بقى الرياكتنت. الدلتا اتش بتاعت الان اوكتين اهو ماينس 208.2 من 10 اهي في 1. ناقص بتاعت الاكسجين. الاكسجين بكام يا جماعه؟ بزيرو. هو مش بيديها لك في المساله عشان هي بزيرو. طب انا كده جبت الدلتا اتش بتاعت الواحد مول جبناها، وطبعا وحدتها كيلو جول بالمول عشان كل الدلتا اتش اللي احنا معوضين عنها بالكيلو جول بالمول. يبقى الدلتا اتش بتاعت الواحد مول وحدتها كيلو جول بالمول. طب انا عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه عدد المولات. عدد المولات بتيجي من القانون بي في على ار تي. البي هو مديها لي، مديها لي كام في المساله؟ 1 لتر. واحنا قلنا بي سوري مديها لي في المساله 1 اتموسفير. ليه 1 اتموسفير؟ عشان هو بيقول لي ات اس تي بي. اس تي بي معناها ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، معناها ان التمبريتشر ب 273 كلفن وبريشر ب 1 اتموسفير. والفي ب 1 لتر. ليه 1 لتر يا جماعه؟ ليه 1 لتر؟ عشان هم دي 1 لتر اهو. يبقى احنا دلوقتي البي هعوض عنها بواحد، الفي بواحد، على الار في القانون ده ب 82 من 1000 والتي 273 هتطلع لي طبعا عشان انا بقول اس تي بي يبقى البريشر 1 اتموسفير ودرجه الحراره 273 كلفن. هو ولا بيقول لك البريشر بكام ولا بيقول لك درجه الحراره بكام، لكن هو مديك الفي بس، الفي بواحد لتر. وطبعا الفي هنا لازم تكون باللتر. هنقسم بقى، هنقول ان بتساوي بي في على ار تي. هنروح طبعا ايه قاسمين كل هذا الكلام، البي في على ار تي هتطلع لي 44 من 100 مول. طيب يبقى احنا دلوقتي جبنا عدد المولات وجبنا الدلتا اتش بتاعت الواحد مول، هنضربهم في بعض هنجيب الدلتا اتش بتاعت التفاعل كله. يبقى الدلتا اتش بتاعت التفاعل كله اللي هو الدلتا اتش بتاعت الواحد مول في عدد المولات اللي هي في ان. طيب هنقول بعد كده الدلتا اتش هتساوي الدلتا اتش بتاعت الواحد مول ماينس 5226.2 من 10 في عدد المولات اللي هي 44 من 1000 هيطلع لي ماينس 229.9 من 10 كيلو جول. ده يا جماعه بالنسبه للثيرمو كيمستري. خدنا بقى الووتر تريتمنت، هناخد الووتر تريتمنت واحنا دخلناه في المعمل. ان بيجيب لك عينه ميه وعايز منها يقول لك كميه الهاردنس او تحسب لي الهاردنس اللي فيها. طبعا بنبدا نجيب بنحط في البيوريت عندي ماده اسمها الايديتا اللي هي اختصار لمركب كبير قوي اللي هي سيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد اوف داي صوديوم صوت. دي اللي اسمها الايديتا ونحطها في البيوريت. وهنا طبعا بنجيب في الكونيكال بنحط في عينه الميه اللي انا عايز اشوف الهاردنس بتاعتها، وبحط في بافر سوليوشن زي ما احنا خدنا في المعمل. البافر ده بنحطه ليه؟ عشان يثبت البي اتش. وبنحط اي بي تي انديكيتور اللي هو اريو كروم براكتي انديكيتور. والانديكيتور ده يا جماعه علشان يعرفني الاند بوينت امتى. الكلام ده احنا خدناه في المعمل، بس السؤال ده لو جه في النظري هيجي لك على شكل مساله. انا دلوقتي لو انا في المعمل هقول لك ايه؟ هجيب لك البيوريت واجيب لك عينه الميه واقول لك هات لي الهاردنس بتاعتها. فانت بتعوض في القانون ده التوتال هاردنس هتساوي الفي بتاعت الايديتا في المولارتي بتاعت الايديتا هو تركيز الايديتا في المروكرال ويت بتاع الكالسيوم كربونيت ان انا باخده كمقياس للهاردنس اللي هو في 100، وفي ال1000 على حجم الووتر سامبل حجم عينه الميه. لو انا في معمل الكيمياء او انا في الامتحان انا هديك تركيز الايديتا وال100 وال1000 دول معروفين في القانون، وهقول لك اسحب مثلا 10 مللي او 20 مللي، وانت بتبدا تعمل التجربه ثلاث مرات وتاخد الافريج وتعوض هنا في الفي ايديتا وتجيب التوتال هاردنس. ده لو احنا في معمل الكيمياء. لكن احنا لو احنا في الامتحان مش هينفع تشتغل التجربه، فانا في المساله انا هديك انا الفي ايديتا. يبقى في فرق يا جماعه، نفس القانون ده ممكن يجي لك في المعمل وممكن يجي لك في النظري. في المعمل انت بتشتغل بايدك وبتعمل التجربه ثلاث مرات وبتجيب الفي افريج اللي هي بتاعت الايديتا وبتجيب بتعوض تجيب التوتال هارس. لكن لو انا في امتحان النظري مفيش شغل عملي في امتحان النظري، فانا بدي لك في المساله الفي بتاعت الايديتا. طب تعالى نشوف المساله دي بنقول ايه؟ بنقول فور تايتريشن اوف 200 مللي اوف هارد ووتر. يبقى دي مكان الفي بتاعت الميه هارد ووتر اهي 200. 50 مللي اوف 5 من 100 مولر ايديتا ووز كونسيومد. استهلكت 50 مللي من الايديتا اللي تركيزها 5 من 100 مولر.
يبقى ال 50 مللي ده حجم مين؟ الايديتا اللي انت لو انت في المعمل انت اللي بتطلعه. وال 5% مولر ايديتا دي اللي هو تركيز الايديتا، في المية في ال 1000 على 200 هتطلع لي 1250 بي بي ام. ايه هي البي بي ام دي؟ اللي هي اختصار بارت بير مليون، ودي وحده الايه الهاردنس يا جماعه بتاعتي. وطبعا خلي بالك هو بيقول لك هنا هارد ووتر، يعني لازم الهاردنس تطلع اكتر من 300، لان انتوا عارفين ان هي لو اقل من 200 تكون سوفت، اكتر من 300 بي بي ام بتكون هارد. هو قايل لك في المساله دي هارد ووتر، يعني لازم تطلع الهاردنس اكتر من 300. هي فعلا طلعت كام؟ طلعت 1250، معناها ان انا كده ماشي صح. وشكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.